قال نرجو منكم توجيه نصح للمسلمين بخصوص غلاء الأسعار وشكرا. غلاء الأسعار الموضوع ده جماعة ما واضح، الناس قاعدة تكذب في الموضوع ده كثير جدا، بيجيبوا ناس في التلفزيون بيتكلموا وناس تلقاهم برضو في المجامع العامة قاعدين يتكلموا، والموضوع ده ابتلاء. غلاء الأسعار ابتلاء ولا ما ابتلاء؟ ابتلاء، مصيبة. والمصائب كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، قال المصائب سببها الذنوب، المصائب سببها الذنوب، والدليل قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ورب العزة والجلال قال ظهر الفساد في البر والبحر، السبب بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء، ده الناس قدام عشان ما تقول الشغل ده شغل سياسة ولا تابعين لدين، ده القدام الوقت داك ما في ناسك ديل في البلد ما في شين ذاته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء، قال أذاقنا الله بعض الذي عملنا، ما قال ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، سيرجعوا لله سبحانه وتعالى. قال أذاقنا الله بعض الذي عملنا ولو أذاقنا جميع الذي عملنا ما ترك على ظهرها من دابة. موضوع ده خطير. الناس ديل الآن الغلدة والذي رفع السماء سبب الذنوب، ولأنه بلدنا دي الآن أي شيء فيها زراعة فيها، تمش بلد تانية زي مكة دي الله قال بواد غير ذي زرع، تلقى ذي شبعانين ونحن تعبانين، وناس الزراعة بيهاجروا للناس اللي ما عندهم زراعة، يمشوا يقول لك أنا ماشي اغترب، وين ماشي البلد ديك؟ تقول تعال ذيك ما عندهم زراعة نحن عندنا. لكن في ابتلاء هنا، تخش السوق العيش ده ذاته اللي بكوركو فيه ده قاعد راقد، لكن في ابتلاء، الله ابتلاك، السبب المعاصي والشرك بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وده كلام واضح جدا. فأنا لقيت أكثر ناس بيتكلموا يقول لك الحكومة يا مولانا والناس ذيل وهؤلاء والله يشيلهم برا، ها شالهم برا الدار، دار تجيب منه ذيل خلاص زحيناهم زحوا، دار تجيب منه في محلهم. الله يقول لك بجي أنا إنت أي دار تحكمها أي ليه؟ الله يقول لك دار أطبق شرع الله، تهبش جيب وتلقى كيس بتاع صعود، زول شرع الله ما قادر يطبقه في سفة بتاع الصعود كعبة تدي قروش، ده ما بسفة والصعود سفة، وده ده ما بسفة الشغلة بالأخبيتة مرة واحدة. يا ناس ما كذب العقل كذب الراحة جدا. يقول لك شرع الله يا مولانا الناس ديل، وتلقى البيت متبرجة تقول له دي بيت منو؟ يقول لك الله مولانا غلبونا عديل كذي مع الغنوات دي غلبونا الناس ديل، يعني بيت فيه أربع حيطان ما قادر يطبق الشريعة في بيت وولد، بس يلبسنا اللبس الشرعي وعلمنا الدين وكذي، دار يطبق لك في البلد شت. الكلام ده يا جماعة بيستوي ما بيستوي. بعدين أنا دار أسأل سؤال بمنطقه، وإن كان إحنا منهجنا بيختلف من الكلام ده، لكن بمنطقه أنت بتقول الحاكم، الحاكم ده جاء من وين؟ مش من الشعب ذاته؟ الحكام مستوردين ولا من الشعب؟ يعني بتاع مصر جابوه من السودان ولا من مصر ذاته؟ من مصر ذاته. يبقى الناس إذا صلحت بعد ذاك الله بيصلح شنو؟ بيصلح أي شيء. شكر رب العزة والجلال قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبعدين أنت بتبتلى الناس، المشكلة بكوركو لأنه زحوا من القرآن. الله قال في القرآن ولنبلونكم، شفت دي قال للصحابة، والكان الحاكم الرسول عليه الصلاة والسلام،
قال ولنبلونكم بشيء من الخوف. مواصلة في الإجابة على هذا السؤال وهو بخصوص غلاء الأسعار، وسبق أن بينا أن المصائب كما ذكر أهل العلم سببها المعاصي، والدليل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولذلك لما جاء الناس إلى أنس رضي الله عنه كما في البخاري قالوا له أما ترى ما يفعل الحجاج، حجاج ابن يوسف المعروف بالبطش وبالظلم وبالاعتداء، أما ترى ما يفعل الحجاج؟ فقال أيها الناس اصبروا، لا يأتي زمان، أيها الناس اصبروا، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. ده حديث صحيح، والصحابة ذيل ما بخافوا من البشر رضي الله عنهم، ما بخافوا، لو كان مسألة خوف ولا جبن ولا 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 إلى آخره لا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو عنهم أبعد الناس عن هذا الأمر. ومع هذا بيّن لهم أنس رضي الله عنه أن الواجب عليهم الصبر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، وفي لفظ ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قال النووي رحمه الله تعالى الأثر الاستئثار بالحقوق عمن يستحقها، يعني في مناصب، وفي زول بيستحق المنصب الفلاني كمثال، ولا بيستحق المال الفلاني ولا الشيء الفلاني، ولكن من ظلم هذا الحاكم أنه يأخذ هذا الشيء فيعطيه لفلان، ناس حزبه يقعدهم في المناصب الفلانية، والزول الثاني اللي بيستحق ما يقعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، وفي اللفظ الآخر ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ هل تأمرنا بشنو؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. مش ده حديث واضحة؟ الناس للأسف في أحكام بيطبقوها، صلاة يقول لك نصلي كويس، جاء رمضان بنصوم تمام، بر الوالدين عنا برون، تقول لي الرسول قال ما تخرج على الحاكم صلى الله عليه وسلم، يقول لك خلونا كلامكم ده يا أخ، بعد العيشة بجنيه ما نخرج؟ يعني نخرج 200 ومالينا الواتساب بيت صغيرة تكورك يا عمر البشير العيشة ب500 وكانت وسي بجنيه، وجايبين واحد برضو ميكانيكي برضو هايج، وأنا باكل في الفطور 13 عيشة، وفي كله لعب ساي، واحد لقيته برضو في واتساب برضو شغال، ألو قلت له البيت وديتها الدكتور، أي كتب لها كم؟ كتب لها شنو؟ 3 عيشات. ارجع اليه واقول له ولا البيدين ده حساسيه، اكتب لها عصيد الدخن، شيخ شغله كلها خروج ساي، كلهم دارين يضحكوا بس، ديلك يعني دارين يضحكوا بس. يا ناس الموضوع ده فيه حديث، ونحن والله بنقوله ما عندنا منصب في البلد، قاعدين زيك ذاته بنشتري العيشه بجنيه، مرات ما نتغدى ذاته الله يتقبل، انت قال لك نحن يعني رؤساء ما تعبانين زيك، لكن فينا نصبر نسوي شنو دمادين. انت
تلقى واحدين في المنابر هايجين، وهذه الحكومة محمد الأمين اسمع عليه الشيخ محمد الأمين إسماعيل وفلان وفلان هايجين في المنابر، وهؤلاء ويتقوا الله ومناصحات في المنبر وقالينها شجاعة بعضهم، وده ده فيه خلاف للدين. دار تعرف المسألة دي، أقرأ كتاب السنة لابن أبي عاصم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية. ما تطلع تكورك زاي، ما برضى لك ولا بيقبل ذاته. هسا يا جماعة زول غبش ساين وقع له في معصية في زقاق، جيت مسكت الميكروفون قلت وهذا الأغبش ولقيته في الزقاق وعمل وعمل، ما بشاكلك بيقبل منك النصيحة بالطريقة دي بيقبلها؟ وده زول غبش ساي زيه وزيك، تطلع في المنبر تكورك واعمل وسوي وتخرج وتسوي، ما بتحل أي مشكلة، لكن انت مش لفي محله ولك مشيت ما دخلوني ما دخلوك. أي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما كلام سياسيين، قال: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل فذاك، فإن قبل فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. لكن تناصحه في وشه، كان كتلك التراجل ما مشكلة، لكن تكورك زاينة وتهيج الناس وأخرجوا ومرقوا وقاعدهم. أنا لقيت اللي بيقولوا أخرجوا كلهم ما بيخرجوا، قاعد تلقاه راكب براده ومرتاح ويمشي، أفتحوا الباب الكبير يخرج جوا ويتفرج لك في التلفزيون يشوفك أنت اللي خرجت ده، ويقول لك أخرج. والله لو أصلا دين رسول بيقول للصحابة جهاد صلى الله عليه وسلم، بيمش قدام بيقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، قدام لأنه مقتنع. لما تقول أخرجوا وقاعد في جبرة وقاعد ذاك في الصحافة زلط وفي الشرق وذاك بيجاي وده بيجاي وتخش في الناس أمرقوا أمرقوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تنصحوا في وشه. عشان كذي في الترمذي وفي سنن أبي داود في الكتابين ذل في واحد بسند ضعيف واحد بسند صحيح سند ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة حق، الرواية الثانية كلمة عدل، لكن دي كلمة حق. وين؟ عند سلطان جائر. عند دي ظرفية، ظرف مكان يعني عنده قدامه في وشه، يقول له الشغلة دي أعمل كذي سوي كذي طبق كذي أعمل كذي، كتلك الله يتقبل، أداك بسطونتين قول الله يتقبل ومش وابقى ماري. لكن تكورك لين انت قال السلف يخافوا كانوا بناصحوا، لكن ما بناصحوا في المنابر ولا في الواتساب، زمانهم ذاته ما في الشغلة ولا بيكتبوا، كانوا بواجهوا كذي يمشوا للزول بواجهوا. لكن تكورك كذي دي وهؤلاء. ثم انه الأوزاعي ده قرين الإمام مالك، قرينه في العلم الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي، ومشى هناك الجماعة جو العباسيين لما بيجوا يعني على السلطة والحكم، كان من أوائلهم عبد الله السفاح، ده معروف في التاريخ، ده بيقول له السفاح بيشيل طوالي الرقبة برا نقاش، بيشيلك برا طوالي طوالي يا أبو ليه. والجماعة قالوا جو اتكلموا معاه والوزراء، الزول ده ما خلى زول من الأمويين، بس اسمع إنه فلان من الأمويين بيمشي بيعتدي عليهم ويشيل قروشهم ويكتلهم، وحتى بعض القبور قيل اعتدى عليها. في النهاية قال له من يرد علي قولي، ها قال لهم رأيكم شنو كلامي ده؟ في زول بيقدر يقول لي انت غلطان؟ وسفاح ده بتقول له غلطان لا بيقلع عليك ضفورك ولا شيء، ده بيقطعها مرة واحد يشيل الرقبة بره. فقال له بعض الحاضرين أبو عمرو الأوزاعي، قال له شفت الإمام الأوزاعي ده؟ والله ده ما بخاف، يقول لك انت غلطان. فقال أتوني به. أنا دار أوريك النصيحة دي في وشه، مش برا وجوطة ساي. ودي النصوص ودي الشجاعة الأصلية الجد. قال فقال القوم فذهبوا إلى أبي عمرو الأوزاعي، قالوا إن السفاح يطلبك. قال له السفاح قال تجي. فذهب إلى داره فاغتسل ثم لبس
داخل ثيابه كفنا. بس خلك ورعيه فكات عرف انه زول ده شنو اصله، بقول لك كلامه في النهايه داك بيقتل، وده ما بدي يسمى نصيحه. لبس له حاجه بيضا جوا ولبس فوق لا جلابيت وجه، فدخل عليه فقال السلام عليكم، فقال وعليكم السلام انت الاوزاعي؟ فقال يقول الناس اني الاوزاعي وانا ابو عمرو الاوزاعي، انا اهوزات. قال قال ما تقول في الدماء التي سفكنا وفي الأموال التي أخذنا؟ ما رأيك شنو؟ قال الدم والأموال، الدم رأيك فيه شنو؟ والمال. قال له في الماء في الدم، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن جدك عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفي رواية عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، وهؤلاء قتلتهم وما زنوا، والنفس بالنفس وقتلتهم ولم يقتلوا أحدا، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وهؤلاء ما تركوا دينهم وإنما قتلتهم ظلما. قال فتلمظ السفاح تلمظ الأفعى ثم استل سيفه ثم أقبل عليه. قال الأوزاعي فرأيت الناس يلمون ثيابهم، الوزراء بجنبه بلموا في هدومه، قالوا أصل الدم بطير بطير. قال فلما أقبل علي مددت عنقي قلت اضربها هنا. قال ما تقول في الأموال التي أخذنا؟ قال يميتك الله ثم يحييك ثم يميتك ثم يحييك ثم يسألك عن الكبير والصغير والنقير والقطمير فأعد للسؤال جوابا. بيسألك الله، قال له بيسألك يوم القيامة أمش جاوب. قال قال فتلمظ، فلما أقبل عليه نظر إلى وجهه وقال انصرف انصرف. قال لا أمرك أمرك أمرك. قال فلما خرجت تعجب الناس، قالوا يا أوزاعي ماذا فعلت له؟ هذا قال له زول كتبت ولا حوضت ولا الحاسج، وطبعا ذلك لا بيكتب ولا بحوط، دي دجل زاي ما بحواطة في الدين. قال هذا الذي تخافون منه، شفتوا السفاح ذا؟ والله لما دخلت عليه رأيته كالذبابة. تخافوا منه زاي؟ خافوا من الله. قال له قال الراوي فلما مات الأوزاعي نزل السفاح من قصره فأتى المقابر والناس ينظرون، فلما دفن الأوزاعي وقف بالقرب من قبره وقال والله ما خشيت أحدا مثل ما خشيت هذا الرجل، لما دخل علي كأني أرى الأسد. زول بخاف الله وقال له النصيحة في وشه. فنحن ما بنقول ما في نصيحة، في نصيحة للحاكم، ده من الدين، وتناصح وتقول له الحق الواضح وتقول له قول بليغ في نفسي، لكن ما في المنابر ولا في الواتساب ولا بالمظاهرات ولا بالجوطة ولا في صوان العيس ولا ولا، ده كله من البدع ومن الخروج الذي ذمه الله وذمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج على إمامه قيد شبر فمات فميتة جاهلية. دي سوء خاتمة، تمشي في مظاهرة يقتلوك، دي سوء خاتمة في الشريعة في صحيح مسلم. فميتة جاهلية، قال ابن عثيمين أي ميت على ميتة أهل الجهل، على ميتة الجاهليين، دي ما ميتة أهل العلم ولا ميتة الشريعة، ده الخوارج. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هم كلاب أهل النار، الخوارج الخوارج. لكن تناصحوا في وجه، وأعرف إنه الغلا ما من حكومة بس، ما ترمية تقول حكومة، زول عينه للفيل يطعم في ظله، الشغلة دي مننا كلنا صراحة كان. لأنه الليلة بتمرق برا بتلقى الناس بحاربوا الله بالمعاصي، الرزق ده من منه؟ الرزق عند الحكومة، الرزق الله قال وفي السماء رزقكم، وما بيقروا القرآن الناس دي؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما مصدق؟ قال فورب السماء والأرض. والله زول الله يحلف له وبعد ده ما يصدق دخل ليأخذ راحته. قال لك وفي السماء رزقكم
وما توعدون، توعدون الجنة، رزقكم ده بتاع الدنيا، قيل المطر سبب الرزق وقيل الرزق العام. وأقسم الله قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ده الرزق تمام آي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه شنو؟ من حيث لا يحتسب. الناس الله بيمتحن فيهم، بقلون العيشة زمان 20 عيشة بجنيه كانت ألف زمان عملة، 20 كانت طوال ديك، بعد شوي بقت 10 شغالين لسه يبنوا في القباب لسه ما عليه شيخ، تاني بعد شوي بقوها 5 الحفلات شغالة، بقوها 3 كل مرة مارق لنا فنان جديدة، وقف المركب خلي الشباب ده غرق المركب وزاد العيش بجنب، تاني بعد شوية شغالين 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 لحد ما بقت بشنو؟ بجنيه واحد بس، عيشة بجنيه، 10 عشات ب10 جنيه. والمشكلة الله قال وبلوناهم بالحسنات أي النعم والسيئات أي المصائب، ليه ابتلاهم؟ لعلهم يتضرعون، عشان يرفعوا يدهم يقوموا يبكوا له، يا الله الدين العيش ويا الله الدين والدين والدين، ويدعوا ابتلاهم عشان يرجعوا له. مواصلين تلقاهم في صف العيش، واحد واقف ورا في السخانة ويدردم في صفته، يا الله امتحنك لسه بتسيف، ايدع الكيس عشان الشغلة تمشي، والكيس ذاته غلا، الكيس ما غلا، ومسايب كثيرة جدا وبلاوي، البنزين واقفين في الصف، عربية القلولة أتز وراء أكسن وراء بيجاي كذي، بعد شوية تلقى وراء عربية قزاز مرفوع مكيف شغال، واقفين في مش في امتحان، امتحان بتاع بنزين من الله سبحانه وتعالى، أي بدل يرجعوا له تلقاه مشغل الغنية في الصف ذاته بتاع البنزين، ما مشكلة والمشكلة هذه، دي ما مشكلة في الصف ذاته، دي ما مشكلة يا جماعة، دي معاصي شغالة وحرب لله سبحانه وتعالى. فالأمر كله هو الذي رفع السماء بيد الله، والقناعة دي لو ما وصلت لك بتدعب في الدنيا، تقعد تقول بألف وبجنيه، ولما تموت شغلتك ماشى، ما حصل سمعنا زوج سوداني، أسألوا عمام الكبار ده، إحنا ما شباب صغار، أسألوا الناس الكبار، ما حصل سمعنا سوداني مات بالجوع، وأنا أتحداك الآن جيب لي زول في البلد دي ربط حجر من الجوع، بس وريني لي جابوه، إن شاء الله في إعلان في نص مسلسل محرم كلها أجيب، ما في ربط جوع يا أخي، شحات قاعد في البلد دي مرتاح يأكل في اللقشة، ها؟ والقرقوش جزاك الله خير، قرقوش راقد والشغلة كثيرة راقدة والله، يأكل العيش والشاي ذاته بالعيش ومرتاحين لكن الشغلة كثرت وغفلة وابتلاءات، والناس دارت عيش ذاته لمتين ودارت ترجع لله متين. نحن أقول الأمر ده للكل، للكل، ما ترميه في فئة معينة، كلنا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا رجعنا إلى الله وتبنا إلى الله أزال عنا البلاء. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، لما آمنوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالبركات بتجي، وإلا الآن المال موجود لكن بركة ما في، الزول عنده في جيبه ملان وشايل له موبايل بألف، أول بيقول لك غالية الشغلة دي، شايل موبايل بألف والفين وجيبه فيه قروش، لكن قروش ورق زاي كثيرة وما في حاجة، السبب شنو؟ بركة ما في، بركة ما في. شكي الرسول عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، والكذب موجود وكتمان العيب موجود، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، تبرج موجود، الناس أرى الله يرضى كيف، تبرج موجود في الشارع، تمشي ترى العجب العجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت
أسنم جمع سنام البخت الناقة راس قال لك فوق الشعر زي السنام لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي مستدرك الحاكم قال إلعنوهن فإنهن ملعونات. تبرج. نحن ما نقول أي بيت الزول يقول لا أنت ملعونة، لا في الجاهلة وفي كذا وفي كذا وغير كذا. فأنت تقول شنو؟ الله يتوب عليهم. تبرج بجنبة، سفور بجنبة، مسلسلات شغالة، أفلام، تخش الليلة الأندية تلقى العجب العجاب، تمشي محلات الشغل تلقى الغش والكذب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من غشنا ليس منا، ويقول كما عند البغوي وابن المصنف لابن أبي شيبة وفي السلسلة الصحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، وفي لفظ في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. كان بيقد عيشة بمليار قال لك ما بتموت إلا حاجتين يتمن. أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. ده كلكم ومظاهر الشرك كوم تاني، شرك منتشر وبلاوي ومصائب. ليس الناس ما دارت تعتمد على الله تعالى؟ والله يبقوا ماديات بس. المريض تلقى متجرس ولك ما عندنا حق العيادة وحق شنو العيادة سبب ما حلال ما حرام كويس، لكن يرفع يدك لا الله اللي بيشفيه. الله خلقك كامل، علاج مشكلة بسيطة ما بعالجك. وإذا مريضت فهو شنو يشفين، دعاء لله سبحانه وتعالى. وين عليك الله منو اللي بيقوم بالليل يقول يا الله تفرج على أهل السودان مشاكل وتفرج لهم كرب؟ منو اللي بيقوم كوراك سايب النهار وجوطة ومعاصي، ويقول لك العيش والسجائر شغال يبيعوا فيه، والعربات الدفارات شغالة ماشي، والإسكريم شغال داسي بكم ذاته، وده بيجاي والباصة شغالة، وأي شيء شغال، واللحوم وغيره والأكل ماشي، وما بتعظوا الناس دي كذا. النصوص خليها، الدين كله خليه. سوريا دي ما موعظة للناس؟ ناس قاعدين عايشين قاموا على الحاكم ومجرم ولا ما مجرم؟ مجرم معروف ده، قاموا على الليلة في مشكلة. ناس كنت تشوفهم في التلفزيون أوك يشتغل لك مسلسلات بتاعت بعض المحرمة دي يجيبوها، تشوفهم زمان مضاف بس يبقوا في الاسطوب يشحدوا الناس. نسأل الله يفرج عنا ونأخواننا في النهاية. السبب شنو؟ خالفوا الدين. وما خالفوا المساكين ديل، قد يكون ما خالفوا ديل اللي بيجوا هنا، خالفوا ناس رؤوس قوموا الفتن، وفي النهاية حدث الذي حدث. ليبيا ديل بيجاي برضو الناس ما بتتعذ، ليبيا ديل مرتاحين والشغلة وقروش تجيهم في بيوتهم، قلبوا وهذا وقعد 43 سنة مرقوا عليه وجوطوها قتلوه في النهاية. هسي يتمنوا فيه قتلوه هسي ارتاحوا. وغيرهم كتار خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. فلذلك الناس ترجع إلى الله وتطبق الدين في كل شيء. الدين ده نحن ما نبقى زي شغل علمانية دين في محلات معينة ونفصل من محلات. الدين ده يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم شنو كافة، قال ابن كثير في جميع جوانب الدين، وتكون حر في الدين، ما تبقى في طائفة ولا حزب ولا جماعة، تبع الرسول عليه الصلاة والسلام. بتلاقي الله براك إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة شنو فردا. الناس ترجع إلى الله وتدعو الله وتستعين بالله والله يفرج عنا. عشان كذي في زمن عبد الله بن المبارك وزمن محمد بن المنكدر والكلام يطول، في رجل من السلف من العلماء الكبار من التابعين اسمه محمد بن المنكدر، وده تلميذ جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، قال قحطت المدينة، قحطت المدينة ما في مطر والناس تعبت
قال فخرج الناس يستسقون الله تعالى، يا الله المطر يا الله المطر. قال فلم يسقوا، ما في مطر. قال فبينما أنا جالس على سارية لي في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء، سارية العمود، قال الناس بعد صلوا العشاء ومرقوا زي صلاتنا دي، قال أنا قعدت اتكيت في عمود أصله بيتكي فيه. وقال قال فدخل المسجد رجل أسود اللون، لأنه الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الأجسام ولا إلى الألوان، وإنما ينظر إلى شنو؟ القلوب والأعمال، وده المقياس والتقوى. قال فدخل رجل أسود اللون المسجد طويل القامة، قال يلبس خرقتين إحداهما يضعها على عنقه، خدها في رقبته نازلة في صدره، والأخرى يستر بها عورته بس. قال فدخل المسجد فتقدم حتى وقف أمام الصفوف، يعني لو الناس قاعدين قدام الصفوف قصاد الصف الأول، ما أفضل في المسجد له بس في الظلمة، طبعا ظلمة زمان إلا ينور السراج، المهم كان مظلم. قال فرفع يديه وهو قائم لسه ولا صلى تحية المسجد، فرفع يديه وقال اللهم إن أهل مدينة نبيك استسقوك فلم تسقهم، أهل المدينة طلبوا منك المطر وإلى الآن ما جاء المطر، اللهم أقسمت عليك إلا سقيتهم، اللهم أقسمت عليك إلا سقيتهم. قال ابن المنكدر، ده طبعا عالم مفروض الألفاظ تكون شنو أقل من كذي، قال فقلت أجن الرجل، قال أنا قلت الزول ده مجنون ولا جن، قال والله ما وضع يديه حتى اجتمع السحاب فنزل المطر، فخشيت أن لا أرجع إلى أهلي، قال أما خفت مطر الثقيل جاد، قال فخر ساجدا، جاد الفتن والمصائب والغلا أرفع يدك لله، قال فخر ساجدا الزول ذاته، قال فسمعته وهو يبكي في سجوده ويقول ومن أنا حتى تستجيب دعائي، ومن أنا حتى تقبل دعوتي، قال والله ما رفع رأسه حتى أذن أذان الفجر، سجدة واحدة بس فالناس يعبدوا الله كيف. قال فلما أذن الأذان انتظر فأذن الآخر، قال ثم أقيمت الصلاة فصلى معنا، ناس جو صلى. قال فاتكأت على ساريتي أذكر الله تعالى حتى طلعت الشمس، قال ثم خرج الرجل فتبعته ببصري حتى دخل بيتا من بيوت المدينة أعرفه البيت، قال فأتيت بعده وطرقت الباب فاستأذنت، فأقبل الرجل ففتح الباب، قال مرحبا بابن المنكدر، بعرفه ده ما عالم، قال مرحبا بابن المنكدر، انت زول عالم الليلة جابك لنا شنو، قال أنت صاحبي ليلة البارحة، قال لا عالم شنو يا زول انت شغلتك دي ما كبيرة، أنت صاحبي ليلة البارحة حتى زول سجدت لها الله وقبلية دعيت وكذي. قال فتمعر وجهه غضب وقال وما لك ولهذا يا ابن المنكدر، ثم أغلق دوني الباب، قال قفل الباب في وشي. قال فرجعت فأتيته في اليوم الثاني فوجدت الباب مفتوحا فاستأذنت، فأقبل بعض أهل فقلت أين صاحبي ليلة البارحة، قالوا هو يعمل إسكافا، إسكاف يعني بتاع نعلات يعني بتاع ورنش، قالوا يعمل إسكافا، جمع جلدا له يصنع به النعال، ثم أخذ متاعه لعل أحدا آذاه، ترك المدينة فخرج، قال والله ما تركت بيتا إلا وطرقته فلم أجده، مرق خلى البلد مرة واحدة، نزول علاقته مع الله تمام إذا صح التعبير، وبيسأل الله سبحانه وتعالى، فالأمر ده بيد الله، شكذي في مستدرك الإمام الحاكم
وأنا أختم بهذا الحديث، وهذا الحديث ذكره ابن القيم أيضا في الداء والدواء، وهو في مستدرك الإمام الحاكم من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه قال: كنت عاشر عشرة من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا بوجهه وقال: معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. بس في خمس حاجات قال لهم من الحاجات الشر، إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. واحد. اثنين، قال: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين، السنين المجاعات يعني، وشدة المؤونة يعني العيش الصعب، وشدة المؤونة، وجور السلطان يعني ظلم الحاكم. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا. وما خفر قوم عهد الله، التوحيد، عهد الله التوحيد، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا جنو الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. التوحيد واستخفروا، والله في البلد دي خفر إلا من رحم الله، حجبات ويعلقوا في الطفل كمون من العين، ما بيحفظ الله موج كمون، المخزن بتاع الكمون ذاته بلم في حرامي بيسرق شوال كمون يبقى مال، كمون بيحفظ لزول كمون، خواجات ديل ما عايشين كفار مجار ما لا بعرفوا كمون ولا أي شيء، وقاعدين ولا عين، وممكن يديون عين، لكن في النهاية بيحفظون الله سبحانه وتعالى، في الدنيا دي متاع قليل، فبيحفظك الله ويعتروا يا فلان الحقنا ويا فلان افزعنا، فلان ماتوا مات يا فلان الحقنا وافزعنا، وتروح حاجة يمشوا لفلان حوط عليه، ده كله شرك بالله سبحانه وتعالى. وما خفر قوم عهد الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل بأسهم بينهم، إلا جعل بأسهم بينهم. لذلك الكلام يطول، والآن الابتلاءات حاصلة والشدة موجودة، ونسأل الله العافية، بل صار البأس حتى في المساجد. عشان كده والله أنا من هذا الباب وأختم بهذا السؤال وأعتذر لبقية الأسئلة، أشكر أهل هذا المسجد جميعا. فنحن في ختام هذه المحاضرة نشكر الجميع على حسن الاستماع، ونسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في أوقات الجميع وفي أعمارهم ويتقبل منا ومنهم، ونأسف للإطالة، وإذا أغلظنا في القول فالمراد بيان الحق والنصح للأمة. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا.